نصيب في عينيه تاج وفي أشعاره وطف وفي صوته سهل وفي عنقه سد وفي إحلاله كساسة أسجوا أقرأ إن صمد فعليه وقال وإن تكلم صلاه وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب خلق المنطق فصلا لا نزل ولا هزر كان منطقه خرزات نسل اعلیٰ حضرت گولڈی کو پوچھو اس سے یا نہر کی شاہ صاحب کو پوچھو کیوں نہ اس صورت میں جان آکھا